وصلنا مع حضراتكم لفقرة الصحافة اليومية بنستعرض فيها أبرز عناوين الصحف المصرية. مشرفنا فيها الكاتب الصحفي الأستاذ زكي القاضي. أهلا بحضرتك معنا في هذا الصباح. أهلا وسهلا بحضراتكم وصباح الخير على السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، منورنا أستاذ زكي. ربنا يخليك. صباح الخير على حضرتك. وقبل ما نبدأ فقرتنا هنروح نستعرض أبرز عناوين الصحف النهاردة ونرجع نستكمل حوارنا. هنبدأ جولتنا مع حضراتكم من ملف القضية الفلسطينية، وهذا العنوان من جريدة الأخبار: مصر تكثف الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على غزة. أستاذ زكي، حضرتك شايف النجاح المصري في مواصلة تقديم المساعدات رغم كل العقبات من الجانب الإسرائيلي ليست بالقليلة، والسيد سامح شكري حتى يوم أمس كان لسه بيتحدث عن ضرورة فتح المعابر الستة المختلفة من أجل وصول كل المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع. يعني في البداية احنا امام تعنت اسرائيلي يقوده نتنياهو، وحكومة اليمين المتطرف في الداخل الاسرائيلي هي اللي بتقود هذا المشهد، طبعا بمباركة من الادارة الامريكية اللي تقر يوميا حزمة من المساعدات بمليارات الدولارات لتعوض خسائر اسرائيل. وبالتالي انت امام هذا الطرف المتعنت، لما انت بتضغط عشان تدخل المساعدات الانسانية يبقى ده مش جهد تقليدي، هذا جهد مضاعف ايضا، لان انت في الامور الطبيعية لو هم حكومة معتدلة يعني ممكن ايوه في حكومات تبقى بتمارس عملية القتل والابادة، يعني ممكن نعتبر ان هذا ربما يكون اجراء تقليدي عند حكومات ما يعني، لكنهم في الناحية الثانية بس مش بشكل مفتوح لكن يعني. في الناحية الثانية ممكن يسمحوا ببعض الاجراءات الشكلية والأمور الأخرى عشان أمور تمشي، إلا إسرائيل. إسرائيل متعنتة في كل الأمور، متعنتة في دخول المساعدات الإنسانية، متعنتة في الاستجابة لأي من القرارات الأممية والقرارات الدولية. عشان كده لما مصر تضغط وبتضغط خلال الفترة اللي فاتت في السبع شهور اللي فاتوا عشان تدخل المساعدات الإنسانية، ده جهد مضاعف على الدولة المصرية، لأن دخول المساعدات الإنسانية هو نوع من أنواع إنقاذ النفس الفلسطينية عشان تقدر يعني تبقى تصمد وتقدر تقاوم وتقدر تكمل تستكمل يعني طريقها. اللولا يعني أو مش عايزين نقول يعني نحطها كسبب كلي، لكنه سبب رئيسي في سند الفلسطينيين طبعاً. هو دخول هذه المساعدات الإنسانية لأن يعتبر حائط صد وراهم، هم هي اللي بتدعمهم، هي اللي بتقول لهم وقفوا خليكوا واقفين صامدين على ارضكم. الاسرائيليين نفسهم ان انتوا تفكوا، نفس الكتله الشعبيه للشعب الفلسطيني تفكوا. عشان كده مصر ضاغطه بقوه في موضوع المساعدات الانسانيه، وده اللي خلى الامريكان يشتغلوا معانا بعد كده وبدات الرؤيه تتطور. فاحنا مجهود مضاعف في هذا الامر، واظن ان احنا باذن الله مستكملين لحين وقف اطلاق النار. طيب لسه مكملين مع الملف الفلسطيني وعنوان جريده الدستور: مصر تحذر من انزلاق ايران واسرائيل لمواجهه عسكريه اوسع لا تخدم الشعب الفلسطيني. عنوان ثاني من اليوم السابع: ايران واسرائيل
إسرائيل من حروب الظل والاغتيالات إلى المواجهة العسكرية المباشرة. حضرتك شايف إزاي الضربات الإيرانية الأخيرة أثارت يعني عاصفة كده في إسرائيل وعاصفة من التساؤلات حول احتمال أن تؤدي إلى توسع رقعة الصراع في المنطقة كلها؟ يعني برضو تاني هرجع أقول إن المسؤول عن توسيع رقعة الصراع هي إسرائيل وحكومة اليمين المتطرف في الداخل الإسرائيلي ونتنياهو تحديدا مع شوية الوزراء اللي هو بن غفير وزير المالية وعدد من وزراء اليمين المتطرف، هم اللي مسؤولين عن توسعة دائرة الصراع، هم اللي بدأوا واستهدفوا القنصلية الإيرانية في دمشق، وده كان سبب في ان هو يتم عملية الجذب والتجاذب ما بينها وبين إيران وتحصل الضربة الأخيرة اللي وجهت فيها إيران أكثر من 300 مسيرة جهة إسرائيل، وبالفعل انتقل الأمر من فكرة الظل لفكرة مواجهات مباشرة. الرد الإسرائيلي احنا كنا سمعنا من يومين عن بعض الضربات في جهة أصفهان، الأمور ما خدتش يعني الأمر الكبير للغاية، لكن برضو إسرائيل أظن إن هي تريد توسعة دائرة الصراع بشكل كبير. نتنياهو بيهمه جدا إن هو يخلق بعبع للإسرائيليين مش للفلسطينيين، انه يسحب يعمل هذا الوحش اللي هو يقول لهم خلوا بالكم. عايز اقول للناس بس حاجه، والحاجه دي مش طريفه يعني حاجه حقيقيه، نتنياهو جه في يوم من الايام وجاب كتاب بتاع هتلر اسمه كفاحي، حضرتك وانت ماشي على الرصيف في اي منطقه او دوله عربيه هتلاقيه موجود، كتاب عادي جدا، وطلعه في المؤتمر وقال لك بصوا بتوع فلسطين ماسكين الكتاب اهو عشان يستهدفوا. تخيلوا حضراتكم ان هو بيخوف الاسرائيليين بكتاب اصلا ممكن مين اللي بيقراه ومين ما بيقراهوش. حاجه ثانيه، في يوم من الايام كانوا بيفتشوا انفاق البيوت الفلسطينيين، فلقوا لعبه اطفال اللي هي بتركب البازل دي اللي هم بتتركب، ففي رسمه لعرب واسرائيليين، فطلع الجيش الاسرائيلي وقال لك بصوا هم بيعلموا اطفالهم ايه، هل يعني هم عايزينهم ينسوا ال 35,000 شهيد اللي شافوهم بعينيهم، وبيقولوا ان اللعبه دي هي اللي ممكن تحرك وتثير الفلسطينيين على الاسرائيليين. يعني فاسرائيل هي اسرائيل هي المصدر، انا موجود علشان الحمايه، هو اللي حضرتك بتتحدث عنه وبيظل في تفكير القياده الاسرائيليه. هنروح لجريده اليوم السابع اذا سمحت استاذ زكي، وهنقرا من اليوم السابع: اسرائيل تنفذ جرائم جديده في غزه وتواصل قتل الفلسطينيين في الضفه الغربيه. عنوان تاني: معبر رفح شريان الحياه لاهل فلسطين. هل حضرتك شايف التهديدات الإسرائيلية المستمرة بالهجوم على مدينة رفح بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي هي ممكن تعتبر ورقة ضغط على حماس من أجل إبرام صفقة إفراج عن المحتجزين لديها؟ ربما تكون هذه رؤية ووجهة نظر يطرحها البعض المحللين والخبراء السياسيين، لكن أنا مع إن هو بيستغلها برضو للدخل الإسرائيلي. هو بيقول لهم إن أنا فشلت في الست شهور سبع شهور، بس انا فاضل لي الحته بتاعه رفح دي اللي تظبط معايا المعادله. هو بيقول ان هو خلص على حماس، بيقول ان عندها 24 كتيب، هو بيقول ان هو خلص على 20 كتيبه الاولانيين في شمال غزه، مدينه غزه، دير البلح، خان يونس، الاربع مدن، وفاضل له اربع كتايب في رفح عشان يخلصها. فهو رسالته برضه للداخل الاسرائيلي، هو مؤكد انه فشل في الست سبع شهور اللي فاتوا بدليل ان الخسائر في الجيش الاسرائيلي متواصله ومستمره، وكل منطقه قالوا ان هم طهروها رجعوا تاني فيها بعد اسبوع واسبوعين يعملوا مواجهات تانية. فبالتالي هو مش فاضل له رفح عشان يعمل معادله النجاح، هو فاضل له رفح عشان يستكمل معادله الفشل، وبالتالي هو يستهدف الداخل الاسرائيلي، وان كانت وجهات نظر اخرى تذهب الى انه احد الاوراق الضغط على حماس لقبول الهدنه. وبرضه التقارير تشير ان اسرائيل هي اللي متعنته في موضوع الهدنه وطلباتها وعدم الموافقه على طلبات فصائل المقاومه، واللي احنا متداخلين فيها في مصر عبر جهاز المخابرات العامه المصريه او الجانب القطري وجانب المخابرات الامريكيه. هو ده الجوانب اللي بتدير ازمه او تدير قصه الهدنه والصفقه، لكن الاسرائيليين عندهم تعنت كبير لان هم الطرف الاقوى على الارض بحكم السلاح، مش الطرف الاقوى بحكم النتائج، وبالتالي هي المشكله عندهم هم مش عند اي حد تاني. طيب استاذ زكي، هنروح مع حضرتك لزياره هامه امس لوزير الخارجيه المصري السفير سامح شكري لتركيا، ونقرا عنوان جريده الاخبار: وزير الخارجيه في اسطنبول نعمل على توثيق التعاون مع انقره لتحقيق الاستقرار بالمنطقه. وعنوان تاني من جريده الاخبار: الفيتو الامريكي طعنه جديده لحلم الدوله الفلسطينيه. حضرتك بتفسر ازاي موقف الامريكي الاخير باستخدام الفيتو ضد اقامه الدوله الفلسطينيه؟ اسرائيل هي امريكا وامريكا هي اسرائيل، من يدير الحرب في قطاع غزه والضفه الغربيه هم الامريكان، واسلحه الامريكان ومساعدات الامريكان واموال الامريكان وضرائب الامريكان، وبالتالي هي نوع من انواع توزيع الادوار، هي حكومه اسرائيل في واشنطن او حكومه واشنطن في تل ابيب، هم حكومات متبادله على نفس الارض بس في حتتين مختلفين. احنا عارفين
الامريكان لما جيوا شكلوا ال 51 ولايه بتاعتهم في ولايات اشتروها أي. في ولايات بعيده عنهم حتى في الجغرافيا مش متصله بيهم لكنهم اشتروا. اسرائيل برضو دي جزء من الولايات الامريكيه لكنها في نطاق جغرافي اخر في الشرق المتوسط، وبالتالي هم اللي بيديروا المعركه. الفيتو ده جزء من صوره عامه الامريكان بيديروها في دعم السلاح ودعم الاستخبارات وقياده الارض والدعم الميداني والسياسي. ورغم ذلك برضو تفكك المشهد لان اولويات نتنياهو وبايدن مختلفه، هي اللي خلت اولويتهم بالنسبه لمين؟ لمواطنيهم مش بالنسبه للدم الفلسطيني. يعني بايدن نفسه يخلص القصه قبل الانتخابات الامريكيه اللي تجرى في نوفمبر 2024، ونتنياهو ما نفسوش القصه تخلص عشان يفضل مكمل ل 2026 موعد اجراء الانتخابات، فهو نوع من انواع توزيع الادوار ما بين الامريكان والاسرائيليين. تمام، طيب هنروح مع حضرتك للشان الداخلي وهنقرا عدد من العناوين. هنبدا بجريده الدستور. مدبولي: مكتبي مفتوح لكل المستثمرين الجادين وتذليل أي عقبات لتمكينهم من تحقيق مستهدفاتهم. عنوان آخر من جريدة الأخبار وهو: رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية في بورسعيد ودمياط. مع هذا العنوان من اليوم السابع: رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات التنموية ببورسعيد ودمياط ويؤكد دعم حكومي كامل لقطاع الصناعة. عنوان آخر أيضا من اليوم السابع: مدبولي: نتطلع لتجاوز قيمة التصدير 145 مليار دولار بحلول عام 2030. هذه المرة من جريدة الوطن هذا العنوان: الحكومة: نستهدف زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار ونسبة النمو ل 15% بحلول 2030. الدعم ده يا أستاذ زكي إزاي بيساهم في الوصول وتحقيق المستويات المستهدفة للصادرات المصرية، كمان توفير مزيد من فرص العمل؟ بنتكلم عن قطاع الصناعة اللي بيحظى بأولوية شديدة في هذه الفترة. يعني هي جولة في غاية الأهمية في محافظتين برضو لهم نشاط تجاري واقتصادي محترم سواء على مستوى محافظة بورسعيد أو محافظة دمياط، وهذا الإطار وهذه الجولة فيها كثير من الرسائل يتعلق بالصناعة، يتعلق بالتصدير، يتعلق بفرص العمل، يتعلق بزيارة المناطق الأثرية. أظن أن الجولة كانت في غاية الأهمية، لديها كثير من الرسائل لدعم القطاع الاقتصادي ككل أو دعم الاقتصاد المصري ككل، بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى زي دعم الصادرات، وهذا توجيه رئاسي في غاية الأهمية. صادرات يعني عملة صعبة، كل ما بنصدر أكتر كل ما يكون عندنا عملة صعبة، كل ما نحضر نوفر احتياجات المواطنين. وأظن أن أنا من بين الأخبار قريت أن في يعني طموح رئيس الوزراء اللي يقل عن نسبة 15% في صادراتنا تطلع لبرة، وده بيتطلب مننا أن هيكلة مجالس الصادرات أو منظومة العمل بتاع دعم الصادرات لابد أن يتم هيكلتها أو عادة صياغتها بالشكل الجديد، ما ينفعش بالشكل التقليدي القديم. وبالتالي أظن هذه النظرة الموضوعية للدولة المصرية والزيارة الأخيرة امبارح لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء تأتي في هذا الإطار، وبإذن الله تكون نتائجها محترمة جدا على الاقتصاد القومي. طيب هنرجع لجريدة الدستور مع حضرتك ونقرأ عنوان سنوات اقتناس الفرص. حضرتك: كيف يمكن لمصر جذب 40 مليار دولار استثمارات أوروبية؟ الحكومة بتجهز لتنظيم مؤتمر استثماري كبير خلال شهر يونيو المقبل، إزاي هيساهم المؤتمر ده في ترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر من وجهة نظر حضرتك؟ مهم جدا هذا المؤتمر بالشراكة مع الأوروبيين. احنا عندنا شراكة مبتدة مع الاتحاد الاوروبي وعدد كبير من الدول الاوروبية، لابد ان احنا نطمح فيه ان احنا نسوق فرص نسوق الاستثمارات لدينا، نسوق المشاريع الجديدة لدينا، نسوق العمالة المدربة لدينا، لان الاوروبيين يحتاجون عمالة مدربة، وده امر مهم لغاية قدرنا احنا الحمد لله نطوره في الفترة اللي فاتت. وقدامنا لحد شهر 6، هذا المؤتمر يعقد في نهاية يونيو 2024، اظن هيكون فرصة محترمة جدا للعمالة المدربة، فرصة محترمة جدا للمستثمرين والصناع انهم يضعوا بالظبط يشتغلوا على هذه القصه، تسويق واعاده شراكات مع القطاع الخاص الاوروبي في الدول الاوروبيه. الناس هيبقى جايين باجنده موضوعه، الحكومه المصريه في هذا الاطار تضع اجندات مختلفه، عشان كده يعني انا اطمح من الحكومه المصريه وكل المعنيين بهذا الملف ان هم يلفوا على كل الصناع اللي شغالين في الدولة المصرية، يروحوا لجنة الصناعة في مجلس النواب، يروحوا لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، يروحوا لاتحادات الصناعات، يروحوا للمناطق الصناعية، يروحوا منطقة صناعية في 6 اكتوبر، منطقة صناعية في مايو، المنطقة يقعدوا مع ابدا ومبادرة ابدا، هذا التكوين الصغير هو اللي بيوصل لنا للصورة الكبيرة عشان نخلق مناخ جاذب للاستثمار، والاوروبيين لديهم فرص واعدة في هذه الشراكة. طيب هنكمل مع حضرتك مع شأن المحلي، هذه المرة مع أمر بيهم تقريبا كل قطاعات المواطنين وكل يعني
الفئات المختلفة، بنتحدث عن انخفاض أسعار السلع. هنقرأ من جريدة الأخبار هذا العنوان: اليوم 25% تراجعا بأسعار الخبز السياحي والفينو ولجنة عليا لتحديد التكلفة. عنوان آخر من جريدة الوطن: بدء تطبيق خفض سعر الخبز السياحي اليوم والحكومة تشدد الرقابة على المخابز. إيه هي الآليات اللي اتخذتها الدولة للمتابعة بصورة دورية هذا الانخفاض لأسعار السلع المختلفة في الأسواق يا أستاذ الزكي؟ طيب أنا أروح لآخر نقطة في الخبر، هو تجديد الرقابة على المخابز. كل واحد بيسمعني دلوقتي وجنبه مخبز بلدي، أي دقيق بيتسرب منه هو اللي بيزود سعر الخبز السياحي. إزاي؟ الناس لما بتروح تشتري دقيق مدعم من أصحاب الفرن، أصحاب الفرن يقطع شكارة شكارتين من قوت الناس يدوم عيش أقل، فياخد الشكارة شكارتين يبيعهم لصاحب فرن سياحي. صاحب الفرن السياحي ده المفروض بيشتري عيش دقيق حر من سعر حر. لما بيدخله القصة دي بيضطر ما بيشتريش الدقيق اللي احنا بنقول ان هو نزل سعره ده، بيشتري الخبز اللي هو المدعم، الدقيق المدعم، فبيصنع منه خبز. هذا الأمر بيضرنا كلنا. الحكومة المصرية نفسها تخفض العيش، نخفض سعر العيش، فكل واحد بيشوف جنبه مخبز بلدي بيسرب شكاير دي يبقى هو بيظلم جاره، لأن سعر الخبز السياحي يفضل مرتفع. دورنا إن احنا نبقى مشاركين في عملية الرقابة على المخابز البلدي وما يتمش تسريب منها أي خبز مدعم، لأن ده بيضر المنظومة بشكل كبير جدا. مهم جدا إن احنا نتابع فكرة الخبز السياحي برضو ارتباطا بمنظومة عامة. هل العامل اللي موجود في المخبز السياحي ما كانش عايز مرتبه يزيد؟ مرتبه عايز يزيد طبعا. الناس اللي في هذه المنظومة مش عايزين مرتبهم يزيد، لما نيجي احنا الحكومة المصرية تقر إجراء تخفيض سعر الخبز يبقى لابد ان المنظومة كلها تبقى ماشية في نفس الإطار ده عشان نصل للمرحلة اللي المواطنين عايزينها. ايوه نفسنا الأسعار كلها تقل، لكن كلنا لازم نبقى مشاركين في المنظومة. كلنا لابد ان احنا جزء من هذه الرقابة المجتمعية الشعبية عشان نصنع منظومة متكاملة نقدر نحقق بها انخفاض في الأسعار. طيب أستاذ زكي، هنروح لجريدة الأخبار ونقرأ عنوان: بشائر من قنا وأرض الفيروز، توريد القمح يتواصل ورفع جاهزية الشوان والصوامع. في رأيك إزاي أنصف القرار الحكومي برفع سعر توريد أردب القمح ل 2000 جنيه للمزارعين؟ الحكومة المصرية كانت مقرة 1600 جنيه لسعر الأردب كسعر استرشادي، لما شافت ان الاسعار تحركت زودت 400 جنيه، اصبح وصلنا ل 2000 جنيه، 2000 جنيه ده برضو مرتبط برضو عشان الناس تبقى فاهمه بدرجه النقاء، يعني هي ممكن تاخد اللي هو ده 23.5، ممكن درجه النقاء دي لو قلت سعر الاردب هيقل برضو، يعني يبقى 1950 1900، يعني بالتالي معتمد على الفلاح، الفلاح لابد ان هو يهتم بزراعته بشكل محترم تطلع درجة النقاء المطلوبة، لأن ده بيصب في صالح المواطنين ككل. لما الحكومة المصرية تزود 400 جنيه في سعر الأرداب بهذا أمر محترم للغاية. احنا عندنا مشروع محترم جدا أنشئ في العشر سنين اللي فاتوا اللي هو الزراعات التعاقدية، إنهم يتعاقدوا على المحصول قبل ما يجي وبيديله سعر استرشادي، يعني ما بيديلوش سعر نهائي زي ما كان القمح كده 1600 وصلوه ل 2000 جنيه الحكومة المصرية، يعني 400 جنيه في الأرداب الواحد، وده أمر محترم للغاية الدولة المصرية قدرت تعمله وتشتغل عليه وتطور أدواتها. برضو محتاجين حاجة تانية، نروح للتقاوي المتأصلة، فنطلع حبة قمح سنبلة القمح دي بدل ما يبقى فيها مش عارف 300 يبقى فيها 500 حباية، ده بيزود الإنتاجية. يبقى أنت عندك الفدان بتاعك جارك بيعمل 18 أرداب غيره بيعمل 25 أرداب، في فرق 7 أرداب، 7 أرداب لو ضربناهم في 2000 ب14000 جنيه. يبقى أنت مش محتاج أزيد من أنت تروح للجمعية الزراعية لوزارة الزراعة تجيب تقاوي متأصلة، هيبقى إنتاجك عظيم، هيصب في صالحك أنت الشخصي، هتاخد الفلوس دي تصرفها في الدولة المصرية، فتبقى عجل الإنتاج دايرة كلها بتحمل بعضها وكلها ماشية ورا بعضها، الكل مستفيد. وطالما بيتم مراجعة الأسعار بشكل دوري وربطها بالأسعار الموجودة في السوق فيعني مفيش أي ضرر من كل هذه الأمور. بنشكر حضرتك جزيل الشكر للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ زكي القاضي، شرفتنا وسعدنا فعلا بوجودك معنا. شكرا جزيلا لحضراتكم وشكرا جزيلا للسادة المشاهدين.